تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لدعم ومساعدة الشعب الأفغاني واستمراراً للجهود الإنسانية البحرينية بتقديم العون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء، أرسلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية 4 شحنات إغاثية عاجلة مقدمة من مملكة البحرين إلى أفغانستان الشقيقة. في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان، وبمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أرسلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية 4 شحنات مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان الشقيقة لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق خلال الفترة الراهنة. طبعا بناء على توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك الإنسانية، توجيهاته لنا اليوم نحن نمد يد العون ونساعد أفغانستان الشقيقة في أسرع وقت ممكن، وإحنا في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جاهزين لأي واجب نؤمره. اليوم المهام الإنسانية هي الأهم في كل الصعاب وفي كل المجالات، يعني كل الأوضاع اللي اليوم نعيشها أولوية أجندتنا اليوم كمملكة البحرين، نمد يد العون للخارج، أولويتنا المهام الإنسانية، نوصل في الأماكن الصعبة ونساعد المحتاج، وهذه طبعا أهم أجندة عن سيدي جلالة الملك الله طول عمره، وإحنا ننفذ هذه الأوامر الآن وبإتقان إن شاء الله وبالمساعدة مع جميع المختصين أن نوصل دائما إلى القنوات اللازمة في أسرع وقت، ونتأكد أنها تستلم هذه المعدات إلى أصحاب الحاجة. نحن جاهزين دائما، والشحنات ومد يد العون ودعم البحرين السخي هذا شيء يعني لا يستغرب منه. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ثمن مبادرات جلالة الملك المفدى الإنسانية ومد يد العون لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين في مختلف بقاع العالم، وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى، سائلا المولى القدير أن يعم السلام والازدهار في أفغانستان والعالم أجمع. وبناء على التوجيهات الملكية السامية فإن المؤسسة مستمرة في مد يد العون ومساعدة الشعب الأفغاني، والتي تأتي ضمن مساعي جلالة الملك الإنسانية لدعم الشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف الإنسانية.